بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا ولوالد شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب زهد أبي الدرداء قال حدثنا ثابت قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنته فرده، فقال رجل من جلساء يزيد: أصلحك الله، تأذن لي أن أتزوجها؟ قال أعزب ويلك. قال: تأذن لي؟ أصلحك الله. قال: نعم. فخطبها فأنكحها أبو الدرداء الرجل. قال: فسار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده، وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. قال: فقال أبو الدرداء: إني نظرت للدرداء، ما ظنكم بالدرداء إذا أقامت على رأسها الخصيان ونظرت إلى بيوت يلتمع فيها بصرها، أين دينها منها يومئذ؟ وعنه عن محمد بن سعد الأنصاري عن أبي الدرداء قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا، أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. نحن في قراءة كتاب الزهد لإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 برواية ابنه عبد الله رحمة الله على الجميع. وهذا والله كلام نفيس من هذا الصحابي الجليل. استعينوا بالله، يعني اطلب العون من الله عز وجل من خشوع النفاق. وما هو خشوع النفاق؟ أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. ولذلك إن القلب نظر الرب عز وجل، إن الله لا ينظر في الصحيح إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث الذي مر معنا قبله، الأثر الذي مر معنا قبله، أنه سبحان الله أبو الدرداء يزوج هنا يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية يطلب ابنة أبي الدرداء يرده، فقال رجل من جلسائه: يزيد أصلحك الله، تأذن لي أن أتزوجها؟ فقال رجل من جلساء يزيد: أصلحك الله، تأذن لي أن أتزوجها؟ قال: أعزب ويلك. قال: تأذن لي أن أصلحك الله؟ قال: نعم. فخطب فأنكحها. فسار ذلك في الناس أن يزيد يخطب يرد، ويخطب رجل من ضعفاء المسلمين فيزوج. فقال: إني نظرت للدرداء، ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان ونظرت إلى بيوت يلتمع فيها بصرها، أين دينها منها يومئذ؟ يقصد بمين يعني؟ يقصد بالخدم عند يزيد. هذا هم الخصيان، يعني هم الخدم اللي هم يسمون الأغوات، يعني اللي هم الخدم الذين يتم إخصاؤهم لخدمة النساء والدخول عليهن، لأنه ما يكون عنده غير أولي الإربة من الرجال. هذا هم الخصيان. يعني كيف يقول لك الدرداء لما تروح ويقوم على رأسها الخصيان وهي في بيت يزيد وتنظر إلى هذه البيوت إلى غير ذلك يذهب الدين؟ نعم، سبحان الله العظيم. نعم، أحيانا يأتي هذا الترف فيذهب بدين الإنسان. الله يعافينا. وكم من أناس والله لما كانوا فقراء كانوا حمامات المسجد وعليهم السمت والوقار واللحية والثوب إلى غير ذلك، أول ما فتحت له الدنيا شوية وبقى من صبيان التيك توك وغيرها، وأصبح له متابعون مثل متابع الدجال. الله يعافينا وإياكم. وين راحت هالخشوع وهالخضوع وراح هذا الإخبات وهذا التبتل؟ الله المستعان، الله المستعان. الله ينجينا يا شباب. اي والله الله ينجينا. ولذلك هذا يدل على الصحابه هذول من اي معدن كانوا. يقول ابن مسعود: ان الله نظر في القلوب فوجد قلب النبي ابر القلوب فاختاره لرسالته، ونظر في القلوب بعد نبيه فوجد قلوب الصحابه ابر القلوب فاختاروا مجراء نبيه فهم على الصراط المستقيم. فمن كان مقتديا فليقتدي بهم، فان الحي تخشى عليه الفتنه. هذه القدوه وهذا هو الاسوه، رعاكم الله. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. وعن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض،
رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. اي والله هانوا هانوا واصابهم الهوان ايها الكرام الفضلاء. ما اهون الخلق على الله اذا هم تركوا امره. لا اله الا الله. اي والله اسلوب تعجب على وزن ما افعل. ولذلك دائما تريد العزه، الله اكبر، خلك مع الله عز وجل. تريد العزه والرفعه، خلك مع الله في اي مكان. افخر انك انت مسلم وارفع راسك بالاسلام. ادعو لسيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما أن تتلون وأن تنافق، يقول حذيفة إياك والتلون فإن دين الله واحد، فتذهب منك العزة. ويقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولو طلبنا العزة في غيري أذلنا الله، ده قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويلبس المرقع وما يهمه، يكفي أنا مسلم. أي مسلم أي مبرود، أنا مسلم وأفتخر وأعتز بذلك. نعم صلى الله إليكم شيخنا. وعنه عن ميمون قال: قال أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ثم لا يعمل 7 مرات. أبو الدرداء كان هذا الأمر يؤرقه، يقول أنا أحمل هم العلم، يعني لأن الله يسألني يا أبو الدرداء علمت فهل عملت بما علمت؟ لا إله إلا الله. لذلك يخاف الإنسان أيها الكرام الفضلاء، يخاف الإنسان أنه يعلم ولا يعمل. لما تقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله أكبر، الله يعافينا وإياكم من إنسان يستكثر حجج الله عز وجل عليه وليس له عمل، هذا من الخسران. الله يعافينا وإياكم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. يا سلام، شوف الكلام الجميل، انظر هذا الكلام الجميل. طبعا هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن هنا يصح في هذا الكلام أيها الكرام الفضلاء. وهذا كلام نفيس، وهذا كلام نفيس، ومن أهل العلم من يقولون أن هذا الخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. لأن هنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي القضاعي لم في انقطاع بينه وبين أبي الدرداء، هناك انقطاع بينه وبين أبي الدرداء أيها الكرام الفضلاء. وهذا الانقطاع يدل على ماذا؟ يدل على الضعف، باب من أبواب ماذا؟ من أبواب الضعيف. فلا يصح لا مرفوعا ولا يصح ماذا؟ ولا يصح موقوفا، لكنه كلام جيد وكلام طيب. يقول المناوي في فيض القدير: البر معروف، البر وكل فعل خير لا يبلى، لا ينقطع ثوابه ولا يضيع، بل هو يبقى عند الله عز وجل. البر اللي هو الإحسان، فعل الخير. قد مات الناس بالناس، وما الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. قد مات قوم وما ماتت مكارم، وعاش قوم في الناس أموات. فهنا ما دام الإحسان يبقى بين الناس أيها الكرام الفضلاء، ولا يبلى ولا ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى، وأجره عند الله تبارك وتعالى يبقى. وعلى الإنسان
أن يزرع الجميل، إذ ازرع جميلا ولو في غير موضعه مخاب جميل قط أينما زرع. يا السلام، تجد أثره وتجد بره. والذنب لا ينسى، لا بد أن يجازى عليه الإنسان. قال في كتابي لا يضل ربي ولا ينسى. وقد يغفر الله تعالى الذنب بتوبة صادقة أو حسنات ماحية. وهنا ينبه به على شيء دقيق جدا، يغلط الناس فيه كثيرا، هو أنهم لا يرون تأثير الذنب. ولذلك كان سلف رحمه الله يؤرقهم الذنب تأريقا شديدا، ويرون أثره في الأرزاق وفي الزوجات وفي البيوت. ولذلك هنا ابن القيم في الجواب الكافي لمسائل عن الدواء الشافي يقول سبحان الله، كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من النعمة، وكم جلمت من النقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض. الله أكبر. ولو كان بعد حين ينقض كما ينقض السهم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، والديان لا يموت. وهذا فيه جواز إطلاق الديان على الله تعالى لو صح الخبر، والخبر لم يصح. اعمل ما شئت، هذا فيه تهديد شديد ووعيد. كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. لا إله إلا الجزاء من جنس العمل. هل الديان من أسماء الله الحسنى؟ يا شباب، لا شيخنا. ممتاز. لكن جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، يعني، ويناديهم ويقول أنا الديان أنا الملك. وهذا حسن العلام الألباني، فيدل على أنه من أسماء الله الحسنى، لأنه يدل على ذات الله عز وجل ويتضمن لصفته تبارك وتعالى. فأثبته بعض أهل العلم ولم يثبته بعضهم كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولذلك يقول صاحب القاموس المحيط، يقول الديان هو القهار والقاضي والحاكم إلى آخره. ولذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. فاعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأن كما تدين تدان. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. وعن أبي عبد الله يعني الجسري أن رجلا انطلق إلى أبي الدرداء فسلم عليه فقال أوصني فإني غاز، فقال له اتق الله كأنك تراه حتى تلقاه، وعد نفسك في الأموات ولا تعدها في الأحياء، وإياك ودعوة المظلوم. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا خارج في غزوة يا شباب، مجاهد يخرج في غزوة مجاهدا يأتي. طبعا أبو عبد الله الجسري هذا من عنزة، وكان قليل الحديث، وروى عن معقل ابن يسار. هنا رجل أتى لأبي الدرداء، وهذا فيه عند السفر يستحب الذهاب لأهل العلم لأخذ الوصية، هذه من السنن المفقودة. وأن بعض الناس لما يأتي في سفر ما يذهب للعلماء، لا، ينبغي الإنسان لما يأتي سافر يذهب للعلماء ويأخذ منهم الوصية، هكذا هي السنة. من الصحابة لما يأتي الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام
ويطلبونه أوصيني يا رسول الله، أوصيني يا رسول الله، فيقول اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة، ويأتي الثاني يقول أوصيني، قال تكبر على كل شرف وتسبح عند كل مهبط، إلى غير ذلك من مثل هذه، من مثل هذه الأشياء. طيب هنا قال أوصيني فإني غاز، يعني خارج مجاهد في سبيل الله، قال اتق الله كأنك تراه حتى تلقاه، لا إله إلا الله، اتق الله حيثما كنت، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية الله عز وجل. أما ترى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا جماعة التقوى دي ما هي شيء سهل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكان بعض السلف إذا أرادوا أن يبكوا يأتيهم الرجل يقول الآن سأبكي لكم هذا الرجل، يقول اتق الله فيبكي، كلمة صعبة جدا. الآن يعني كأنك تقول أحد اتق الله يقول لك أنا حرامي أنا لص، يا أخي ما يتق الله اللصوص والحرامية يعني. الله يقول لنبيه يا النبي اتق الله، فاتق الله كأنك تراه، هذه منزلة الإحسان. وعد نفسك في الأموات، ذم الكبر، إذا الإنسان عد نفسه في الأموات ما عاد يتكبر، ولا تعدها في الأحياء، وإياك ودعوة المظلوم. إيه نعم، هذا كله يدل على ذهب الصوت شيخ أحمد الله. والإنسان لما يكون في الغز ممكن يقع منه الظلم على الضعفاء، فهنا يقول له انتبه هنا واتق دعوة المظلوم، مثل ما قال النبي لمعاذ بن جبل. فكل هذا الذي ذكر من هالوصايا كلها وردت نبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم تفضل. وعن سفيان قال أبو الدرداء ليحذر امرؤ أن يمقته قلوب المؤمنين من حيث لا يعلم. أن يمقته قلوب المؤمنين من حيث لا يعلم. أيوة نعم، لاحظ قال لك قلوب المؤمنين، لأنه ممكن يمقتك المنافق هذا لا قيمة له، لكن قلب المؤمن ألا يمقتك. كيف يمقتك قلب المؤمن؟ قال مما هذا، قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقى الله بغضبه في قلوب المؤمنين. الله أكبر، هذا هنا يحدث له المقت من هذا الباب. قال ليحذر امرؤ أن يمقته قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. قالوا ازاي هذا؟ قال يخلو بمعاصي الله. الله أكبر، إذا خلو محارم الله انتهكها، فيلقي الله بغضب في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، سبحان الله، من حيث لا يشعر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حب عبدا نادى في جبريل، وجبريل نادى ملكة السماء، وبعدين يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل، وجبريل نادى ملكة السماء، حتى توضع له البغضاء فين؟ البغضاء في الأرض. ولذلك قيل الحسن البصري ما بال أهل الليل أبيض الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بمحارم الله، لأنهم خلوا بنور الله فأفاض عليهم من نوره تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يحذر المعاصي ما حياة الحسنات ومذهبات البركات، والمعصية كل خروج عن الطاعة ومخالفة للأمر، هذه كلها تعتبر معصية كما قال الراغب في المفردات، وعصى آدم ربه فغوى، هذه مخالفة أوامر الله عز وجل. والجرجان في التعريفات يقول أيضا بنفس المعنى، ويستدل بقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمعصية تأتي بألفاظ منها الفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، وتأتي بمعنى حوبا كبيرا.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني ذنبا ومعصية، وتأتي بمعنى الذنب فكلا أخذنا بذنبه، وتأتي بمعنى الخطيئة قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، وتأتي بمعنى السيئة إن الحسنات يذهبن السيئة، وتأتي بمعنى الإثم والغي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وتأتي بمعنى الفساد كما في آية الحرابة ويسعون في الأرض فسادا، وتأتي بمعنى العتو فلما عتوا عما نهوا عنه قل لنا كونوا قردة خاسئين. الله أكبر، كلها المعاني تأتي المعصية عفوا الله أكبر. فممكن أن تكون فسوقا وعصيانا وحوبا وذنبا وخطيئة وسيئة وإثما وبغيا وفسادا وعتوا، ولذلك حذرنا ربنا من ارتكاب المعاصي. اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى غير ذلك. آيات كثيرة 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 طول بنا فيها المقام أيها الكرام الفضلاء. فالإنسان يحذر. النبي يقول في البخاري عن أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالإنسان ينتبه من هذه الذنوب الماحية بالحسنات. ولذلك السلف كانوا يخافون من هذا، يقول عمر رضي الله عنه وارضاه يا أهل مكة اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا من قبلكم؟ كان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وبنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، حتى عد ما شاء ثم قال والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. لا إله إلا الله. انظروا، كل يحذرهم من أن الإنسان يعصي في زمن فاضل وفي مكان فاضل. ويقول كما في الجواب الكافر ابن القيم عمر توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وعن ابن مسعود عند البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يهف كده من على أنفه. وتقول عائشة كما عند وكيع في كتابه الزهد، طبعا وكيع عند كتاب في الزهد، وابن المبارك عند كتاب في الزهد، والإمام أحمد هذه من أفضل كتب الزهد الثلاث هذه، قال أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من قلة الذنوب. يقول ابن عباس في حلية الأولي عند أبي نعيم يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء العاقبة. لا إله إلا الله. ويقول ابن عباس كلام جميل ذكر ابن القيم، يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، هذا وجه الدلالة، أو انتبه يمقت قلوب المؤمنين. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. أرأيتم؟ بل روى وكيع في الزهد له عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإن العبد إذا عمل بعصية الله أبغضه الله، فإن أبغضه الله أبغضه إلى خلقه. وقال عمر بن عبد العزيز كما عند ابن أبي الدنيا في العقوبات كتاب يتكلم فيه عن السيئات وعقوباتها، إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. يا ستير يا ستير يا ستير. ويقول محمد بن واسع عند ابن أبي الدنيا في العقوبات الذنب على الذنب يميت القلب. وقال أيضا إن الله عز وجل، يقول مالك بن دينار في نفس الكتاب، إن الله عز وجل إذا غضب على قوم سلط عليهم صبيانهم. ويقول مكحول رأيت رجلا يبكي في صلاة فاتمت بالرياء فحرمت البكاء سنة
فلذلك يا جماعة الخير وأحدث نفسي قبلكم، ننتبه من الذنوب والمعاصي هذه التي تنزل النقم صلى الله العافية والسلامة وتمنع الخيرات، عافنا الله وإياكم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن سفيان قال قال أبو الدرداء: إن من أكثر ذكر الموت قل حسده وبغيه. الله أكبر. هي والله لأنك تعرف هذه نهاية الدنيا. والله اليوم يا شباب جلست إلى أحد الناس مسكين كده، قال لي يا شيخ أنا ماني عارف أنام، إيش بقى؟ قال لي والله كنت في المستشفى اليوم والقلب عندي وصل عضلة القلب إلى رقم 9، والدكتور قال لي لو وصل القلب رقم 6 معناه أنت خلاص ستغادر هذه الدنيا. قال إخواني والله أغنياء وأثرياء، وأنا نايم في بيت ما عندي حتى فراش في البيت. أغنياء وأثرياء، قال أغنياء وأثرياء والعياذ بالله، حسد وحقد، ما حتى يجيني واحد يأخذني وديني مستشفى. قال وأنا أدعو أقول يا رب يا رب ما أعفل لما أموت، يا رب يعلم بي الناس. قال يجيني الجيران من غير إخواني يسألون عني، وهذا الإخواني ما حد يتفقدني، 60 رجل 60 متقاعد. قال كنت أنام وأغلق الباب بالقفل من الداخل، الآن قال ما أسوي الزرفال، ما أسوي القفل، أخاف قال أموت وأعفن وما حد يدري عني. أرأيتم إن من أكثر ذكر الموت قل حسده وبغيه، يعني قل حسده وظلمه. يا أيها الحاسد أسأت الأدب، لقد حاربت الواهب فيما وهم. يتحاسد الناس على جناح البعوضة، الدنيا لو تسعى عند جناح البعوضة ما سقى الكافر منها شربة ما، يتحاسد الناس على هذا، يقتل الرجل أخاه ويمنع حقه إلى غير ذلك. قرأت في مصر رجل قتل زوجته وخمس أولاده بناته كلهم ذبحهم، إيش هذا؟ يا رب تعافينا وتسترنا، يا رب تعافينا وتسترنا. أي نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن فرات ابن سليمان أن أبا الدرداء كان يقول: ويل لكل جماع. لا لو حتقول عن، لا تقول، لو حتقول هتقول عن فرات ابن سليمان، لكن هي عندك مو حدثنا فرات ابن سليمان لأن رفعت أنت صح؟ نعم شيخ. وعن فرات ابن سليمان أن أبا الدرداء كان يقول: ويل لكل جماع فاغر فاغر فاه، كأنه مجنون يرى معي. فاغر فاه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فاغر فاه، كأنه مجنون يرى ما عند الناس ويرى ولا يرى ما عنده. لو يستطيع لو طمع الطمع والعياذ بالله، طماع جماع، جماع مناع، جموع منوع. إيه نعم. لو يستطيع لوصل الليل بالنهار، ويله من حساب غليظ وعذاب شديد. قال وكان يقول: أحب الموت ويكرهونه، وأحب السقم ويكرهونه، وأحب الفقر ويكرهونه. أملوا بعيدا وجمعوا كثيرا وبنوا شديدا، فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا، وأصبح قبورا. اللي بعده. نعم أحسن الله إليكم. وعن الحسن عن أبي الدرداء قال: إن شئتم لأحدثنكم من أحب عباد الله إلى الله. من أحب عباد الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. من أحب عباد الله إلى الله؟ الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. وإن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله لرعاء الشمس والقمر. لرعاء الشمس والقمر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. لرعاء الشمس والقمر. أكمل. وعن الحسن قال: كان أبو الدرداء يقول: من يتبع نفسه كل ما يرى في الناس
بطل حزنه ولا بطل حزنه ولا يشفى غيظه. لا يطل حزنه ولا يشفي ولا يش مو كده بطل حزنه يطل حزنه ولا يشفى غيظه. أيوة نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يطل حزنه ولا يشفى غيظه. أكمل. وعن الحسن عن أبي الدرداء قال إنما أخشى عليكم زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن رأيتم، والقرآن حق. وهذا هو الذي تظاهره الآن، تجد بعض النوكة والحمقى يأخذون في زلات العالم ويأخذون على ضعيف فتاوى إلى غير ذلك، وجدال المنافق بالقرآن. نعم نسأل الله العافية والسلام. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له. منار لمبة كده. نعم مشعل موقد عمود إضاءة وإنارة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عوف عن رجل قال قال أبو الدرداء ثلاث من ملاك أمر ابن آدم. من ملاك أمر ابن آدم، يعني يملك بها نفسه. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. ثلاث من ملاك أمر ابن آدم: ألا تشكو مصيبتك ولا تحدث بوجعك ولا تزكي نفسك بلسانك. أي نعم. ولا بأس إن الإنسان إذا أراد هذا المقصود به ألا تشكو مصيبتك على باب التسخط ولا تحدث بوجهك تسخطا. نعم. وأما التزكية فهي منهي عنها، قال الله لا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال لأن أنام على العشاء الآخرة أحب إلي من ألا ألغو بعدها. من أن ألغو بعدها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. إلي من أن ألغو بعدها. أي نعم. فهذا النوم هنا خير من أن يقع الإنسان والعياذ بالله بماذا في اللغو. وهنا أقحم هنا، لأن هنا الكلام عن أبي الدرداء وزهده وليس عن سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. نعم انتهى الباب شيخنا. ما نعم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أنا كنت أريد أن أرجع على الجموع المنوع. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حارثة بن وهب: سمعت النبي يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الجاف الغليظ، الجواظ بفتح الجيم المعجمة وتثقيل الواو مع فتحها هو الجموع المنوع، وقيل هو المتين السمين المتكبر في مشيته مع أن وقصير، وقيل هو القصير البطين. نعم. وهذه علامات أهل النار، تجده فيه جفاء وغلظة وقلبه حجر والعياذ بالله كالحجارة أو أشد قسوة، وتجده جموعا منوعا يجمع المال من كل مكان، وتجده والعياذ بالله أيضا جزوع لا يصبر على شيء ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من أمثال هؤلاء مع ما فيه من الكبر وبطر الحق وغمط الناس. وقد مر معنا هذا الحديث في رياض الصالحين: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا وجعلنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دينك برها منا، ولا مبلغ علمنا ولا متآملنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم كان منهم حيا أطل عمره على طاعتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يتقيك ولا يرحمنا. أنزل علينا من بحر جودك البركات، وكفر عنا جميع السيئات، ووفقنا لقول لا إله إلا الله عند الممات. أحسن أمورنا واغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير حيثما كان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نسألكم الخير ما سألك من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك كل قضاء قضيته لنا أن تجعله لنا خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فلا تحرمنا، يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم جد علينا من فضلك الواسع، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا رحمن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ما علمنا منه وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا رحمن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا، يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا رحمن. اغفر لنا وتب علينا وتقبل منا مجلسنا هذا، واجعله خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، وتفرقا بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أريد هنا أن أنوه على أثر قد مر معنا، قال فيه: إن شئتم لأحدثنكم من أحب عباد الله إلى الله، الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا، وإن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله لرعاء الشمس والقمر. وأخذ منه من أخذ هذا الحديث على مسألة النجوم وإلى غير ذلك، إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك في مثل هذه الأشياء. ونقول إن هذا الحديث حديث تالف، هذا الحديث حديث تالف، والحسن لم يلقى أبا الدرداء، الحسن لم يلقى أبا الدرداء، الحسن لم يلقى أبا الدرداء، ولا يصح هذا الحديث لا موقوفا ولا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرفوعا، لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. في سؤال يا شباب؟ طيب سبحانك سؤال عن الدرس الماضي، وأيضا من شرح هذا كما نقل السيوطي في الدور المنثور قالوا المقصود به هنا يراعون الشمس والقمر، يعني لمواقيت الصلاة،
يعني يراعون الشمس والقمر لمواقيت ماذا؟ لمواقيت الصلاة، مهتم بأمر الصلاة، ولا علاقة له في مسألة التنجيم أو الاستسقاء بالنجوم أو الاتخاذ شعبة من النجوم. أي نعم، تفضل. ها؟ نعم شيخنا، عندي سؤال عن الدرس الماضي. أنت قلت عن غزوة مؤتة،